اليوم حنا كمشجعين ديال حسنيات اكادير كنطلبوا بتغيير الفريق ديالنا، حيت الفريق ديالنا ما غاديش في الخط هو هذاك. بحال الماتش الاخر تاع الرجاء ما كنشوفوش، فهمتي؟ اصلا كاين اخطاء تحكيميه بزاف والظلم التحكيمي، والفريق ما مسيرش، ما مكاتش، واش من الرئيس ولا من المدرب اصلا. المهم الفريق ديالنا ما كانش كيما الاول. كنشوفوا حنا الفريق ديالنا كان كيلعب في الالقاب، كان في كاس الكاف، بحال الماتش ديال الزمالك كيفاش لعبوا في الزمالك، كانوا كيتقاتلوا، كره ما كدوش. دابا في الماتش الاخرين الفريق ديالنا غادي في دوزيام سيري، الفريق ديالنا ما كانش كيما هو. الفريق ديالنا كان كيلعب كونتر بركان، وان شاء الله ان شاء الله لاعبين في النصف كونتر بركان. وكنشوفوا ما بين اللعب اللي كاين دابا ما بيناش، نشوفوا حنا في النصف ديال الكاف، زعما بينا حنا القاب قاريه، ما بيناش حنا بهذا المستوى، الدائره المستوى ما مقاتلينش، ما عارفش كيفاش غادي نقول. المهم الفريق ديالنا ما بقاش كيما كان. واش كنطالبوا من المسؤولين ديال المدينه يشوفوا لينا شي حل، مسؤولين ديال المدينه يشوفوا لينا شي حل، حيت هذا الفريق هذا غادي في الخسران. ماشي حنا فريق حسنيات اكادير كيمثل سوسما الصدر عا كامله اكادير، اللي كيسمع فريق اكادير راه كيمثل مدينه، ومدينه سياحيه، راه مدينه سياحيه كبيره، فهمتي؟ جات حشومه يطيح في دوزيام سيري، نبداو نلعبوا حنا مع ما عرفتش كيفاش غادي نقولها. المهم الفريق ديالنا ما بقاش كيما هو، كنطالبوا من المسؤولين المدينه يديروا لينا شي حل. الرئيس الله يجازيك بالخير ما قالش على الفرقه ديالنا كانت كتلعب 3 سنين 4 مع غاموندي كاس، طلعنا لكاس العرش في الفينال ديالو وما درنا فيه والو مع فرقه في دوزيام سيري ما كتعرف حتى تشط كرات شي راه عيب وعار. المهم حنا كنطالبوا مسؤولين ديال المدينه يديروا لينا شي حل، هادشي علاش كنطالبوا، حيت الفريق ديالنا ما بقاش كيما كان. وشكرا. السلام عليكم، معكم واحد الغيور ديال هاد المدينه هادي، انا مشجع ديال حسنيه اكادير، ولكن هاد اللعابه وهاد المسير ديال حسنيه اكادير تنشوفوا شحال من حاجه ما كتعجبناش. تيديروا اللي بغاو، تيبيعوا يشريوا في اللعابه كما بغاو، فهمتي؟ وتنشوفوا مقابله ديال البارح ديال الرجاء كنت حسنيه كنت الرجاء، تنشوفوا اللعابه كاع ما كاينين في التيران، الحواس اللي خلى بروميان بوتو وخارج دارها في ديك المقابله اللي فايته وعاود ثاني، تنشوفوا كي بحال تيضحكوا علينا في هذه المدينه هذه. وحنايا بغينا واحد الفرقه اللي عندنا في بروميان سيري بغينا نشوفوها لقدام، كي بحال الوداد، كي بحال شحال من فرقه، الجيش الملكي، ماشي ديما راه المخير هنايا، دري صغير ما عنده باش يدي بلاصه، ما عنده ما تيخلي معاكم طقن، تيمشي كازا، تيمشي وجده، كاس العرش اصاحبي، واش داك المستوى باش تيلعب بنادم؟ وتمشينا معاهم بنادم ما خدام ما والو، ضرب معاكم كيلومترات، شحال من كيلومتر وتتفلاو علينا. لا اله الا الله. الحسنيه البارح دازت مقابله فيها فوات، فيها مقابله ضعيفه بزاف. حنا كنا تنتمنوا ان الحسنيه تلعب بطريقه مزيانه وتشرف المنطقه ديال اكادير، لان الحسنيه تمثل جهه سوسمه الصدرعه بكاملها. وهذا الشيء تنتمنوا من المسؤولين ديال اكادير يعطيوا واحد الاهتمام لهذا الفريق، لان المسيرين ديال الفريق مسيرين فاشلين. من هذا المنبر تنبغي نقول لكم بانهم فاشلين 100%. ما هذه هي الحسنيه اللي كانت واحد العام كنا لعبه في الكاف، كنا تنقولوا الحسنيه رجع عندنا شويه الامل بان الحسنيه فريق كبير تيلعب مقابلات زويونين، تيحمر لنا الوجوه قدام الناس. دابا راه ما بقاتش الحسنيه اللي تتعرف، حتى هذوك الناس اللي تتبعوها والجمهور واحد العدد كبير عندها ديال الجمهور تتبعها، تدي بلاصه معها، تشجعها، على الاقل يشوفوا غير في وجه هذوك الدراري اللي تتبعوهم. وتتمنى من المسؤولين يشوفوا ويلتفتوا ليها. اما بالنسبه للمقابله ديال البارح كانوا بعض الاخطاء التحكيميه، حسنيه بدون مستوى، لاعب الفردي تيلعبوا فردي بزاف، كل واحد تبغى يمثل، كل واحد تبغى يبان بوحده بحال ما كاينش الفرقه. والكره القدم راه فريق جماعي، كره جماعيه، لعبه جماعيه، ماشي كل واحد تيلعب منفرد. وتنتمناو لقدام ان شاء الله يكون احسن. طبعا الفريق في خطر، لانه العام اللي فات مع سيدينو كان فريق زوين، دابا حاليا راه ما كاين لا فريق لا والو، هادشي راجع للمسيرين. كون خلاو غير هذاك المدرب غتكون الحسنيه مزيانه، لان الحسنيه باش وصلت لهذاك المستوى راه العمل ديال واحد 3 سنين ولا 4 سنين، عاد باش وصلت لهذاك المستوى باش تلعب كونتر الزمالك في مصر، وتلعب هنايا، وتلعب في افريقيا، وماتشات كبار لولا خطا التحكيمي اللي في الزمالك الكره الحسنيه طلعت للفينال.
وتنتمناو لقدام يكون احسن ان شاء الله. فطبعا طبعا الا بقات غاده في هذا المستوى راه الفرقه مشات للدوزيام سيري، وهذا ما تيشرفناش حنا كساكنه اكادير، لان حسنيه فريق اللي تيمثل الجهات سوس مسا درعا كامله كما قلت لكم، وحنا بغينا فريق اللي يمثلنا حمر لينا الوجه قدام المغاربه كاملين. باش قلنا الحسنيه جات معنا، عندنا فرقه كبيره ماشي غنقولوا حسنيه حسنيه وحنا ما عندنا لا فرقه لا والو، تضحكوا علينا الناس كومونتيرات فرقه فرقه فرقه. حنا بغينا فرقه زوينه، فرقه اللي ديرها في كتافك وتبعها حتى تقاتلتي عليها وديبلاصيتي عليها وخسرتي عليها شويه الفلوس راه جات معاك، ماشي انت تبقى غادي للرباط غادي لوجده غادي لمراكش غادي لكازا غادي لطنجه تخسر في الفلوس تخلي خدمتك تخلي ولادك، كاينين الدراهم ساكن تيمشيو موش الرادين تيبقاو في المحطه وفي الاخر ما تيبيدو المستوى. وتتمناو ان شاء الله يكون القدام احسن وشكرا. انا المحب ديال الحسنيه وكان بغي نقول بلي راه اللعابه ديال الحسنيه راه خصهم يتطوروا شويه، بلا راه فريق ضعيف عندنا هذا العام، هذا كان في الاول غادي مزيان كان غادي مزيان في الاول وفي الاخر راه مع كثره المباريات وداك الشيء مع الكاف وداك الشيء راه فريق ضعاف عندنا، خصنا راه خص على الاقل راه فريق الحسنيه خصو يتوفر على جوج ديال الفرق على الاقل. حنا كنشوفوا جوج عندنا لاعب لي كبير لعابه كبار، ولكن خص يكون تدابير في الفريق ويكونوا يجيبوا لعابه جداد وكذا، ماشي الفريق الباه المباراه كارثيه داروها الفريق ديال الحسنيه، ماشي الفريق الرجاء اللي قوي، وانما فريق ديال الحسنيه تقادير ضعيف بدنيا ولا دينيا ولا في كلشي، وحتى اللعابه كيعطوا تصريحات باللي راه تيقول لك راه كاينين مشاكل في الفرقه وكذا، وخصهم يشوفوا من الجمهور والفريق دابا راه الا مشى على هذا المستوى هذا راه ما يمشي للدوزيام ديفيزيون، هادشي ما كيبغي حتى واحد في مدينه اكادير. ونتمناو خير ان شاء الله يكون الخير ويتقاتلوا اللعابه واخر يمشوا مزيان بعدا في الكلاسمون، ديك الساعه الكاس الكاف راه تقاتلوا فيه ان شاء الله ويجيبوا هذا العام. السلام عليكم، انا عبد الرحيم بن محمد مشجع من فريق حسنيه اكادير ساكن في طار الراس، وكندوي على القضيه اللي كاينه في اكادير على كي يشوفوها ولاد اكادير في الفريق تاعنا غاديه وكتهود الدوزيام سيري باللعب تاعها. مقابله ما لعبوهاش كما هي، كما كانوا تيلعبوا شحال هادي في كاس افريقيا وتلعبوا في الانديه، شحال من حاجه كانوا تيلعبوها بنيتهم، دابا ولاو تيلعبوا كره ماشي هي كما تيلعبوا شحال هادي. ومقابله تاع البارح فيها حتى تغشيش حكام مقابله، هادشي اللي كنشوفوا بين تحسن الوضعيه تاع الحسنيه فريق اكادير، هادشي اللي بينا حنا وديما حنا تابعينها في اي مدينه تابعينها فيما مشات حنا تابعينها من الصغر حنا نشجعوها. شتي تنقولوا حنا من الحسنيه بينا تربح الكاف، طلعت النهايه بينا تربح الكاف، هادشي بينا حنا بينا كاع البطوله بينا حنا الكاف تجيب لنا الكاس 15 عام دينا ولا لقب لا كاس العرش لا والو، عندنا جوج بطولات عندنا فقط، وهادشي راه ما يشرفش المدينه تاعنا معروفه عالميا، هادشي اللي تنشوفوا وسمحوا لينا. شحال من حاجه مشى السيد المدرب تاعنا كاموندي كان هذاك هو اللي طلع بالفرقه للصعيد الوطني، كما كتعرف كتشوفوا فخير خرج على الفرقه تاعنا، كون بقى كاموندي كون طلعنا الانديه كون جبنا الكاس، وسيدي نوتا هو ما لعبش ما مشاش معنا بالنيه تاعو وطلع الفرقه. السلام عليكم، ادريس مشرف تنقرا في القسم السبعه وتنتبع الحسنيه منين باقي صغير انا، والبارح لعبات الحسنيه هي والرجاء، وكي تنعرفوا الحسنيه دارت المجهودات تاعها ولكن خاصها اللعابه، شحال من واحد ما لعب البارح، عندك بوفتيني ما لعبش، وخاصها اول حاجه المدرب اللي خاصها اصلا، وهي البارح كان عندها الحماس ولكن خاصها حتى المدرب هو كل شيء. وكما كي تنعرفوا الحسنيه شحال هذه كانت تلعب مع الفرق، شاركت كاع في البطوله الافريقيه مزيانه، درت جميع الاحتمالات ديالها، وتوقعت ولعبنا في كاس العرش حتى هو لعبنا مزيان، هادشي اللي كاين. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.